يسعد لنا مساكم أعزائنا المشاهدين. يعتبر العدد الأكبر من الباحثين عن العمل في السعودية هم من فئة السيدات، رغم ما يشاع عنهم بأنهم أكثر الفئات التي تتسرب في وظيفتها وتترك لأسباب عديدة. اليوم نحن نتحدث عن هذا الموضوع من الجهتين، لماذا يحدث هذا التسرب الوظيفي وكيف يمكن لأي صاحب عمل أن يحافظ على موارده البشرية. ضيفنا اليوم هو دكتور محمد بن محفوظ، مستشار إدارة وتنمية موارد بشرية. سعد لنا مساك دكتور محمد. إن شاء الله. أول شيء دكتور محمد، نبغى نعرف ما هو التسرب الوظيفي. بداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. التسرب الوظيفي شيء خطير جدا حاصل الآن بين المنشآت الخاصة، في ظل منافسات كثيرة بتحصل بين شركات اللي قدرت وعرفت إيش معنى حاجة اسمها employee retention، الاحتفاظ بالموظفين. موظفين صاروا ينزلوا من شركات ما تتخيل، على فرق 200 ريال و 300 ريال وفي يمكن يكون أكثر، بيبحثوا عن الأمان الوظيفي، الأمان النفسي، الاستقرار المادي. منافسات كثرت بين الشركات في استقطابهم، عروض العمل كثرت في ظل برنامج أيضا نطاقات والبحث عن رفع نسبة السعودة. نعم، هذه يمكن أهم الأسباب اللي أدت إلى التسرب الوظيفي. طيب دكتور محمد، إحنا نسمع أو كما يشاع أنه النساء هم أكثر الفئات اللي تخرج من وظيفتها تبحث عن فرصة أخرى. أبغى أعرف إيش الأسباب اللي تدفع أي فتاة أو أي سيدة لترك وظيفتها؟ لا، الكفة هنا متوازية. الكفة متوازية، ما في شيء اسمه الشباب أو البنات هم اللي مين أكثر فيهم في التسرب الوظيفي. ويمكن أكون ميال أكثر للشباب إنه بيسيبوا العمل، أقول لك ليش. الشباب عندهم فرص أكثر. البنت للأسف الشديد بعض المنشآت، مش بعض، أغلبها بيستقطبوا توظيف البنات برواتب ضئيلة جدا، وتفضل البنت جالسة في وظيفتها وتشوف انه في تسرب في الجنس الاخر. الشباب يعني لقوا عروض ولقوا لانه عندهم الفرص اكثر من البنات، فتلاقيها جالسه. للاسف الشديد جامعيات في نفس المجال سواء موارد بشريه او تسويق او مبيعات او غيره، جالسين منتظرين يعني يتعلقوا باي شيء عشان يظهروا اكثر، لكن في المقابل للاسف الشديد يعني اصحاب الشركات او المدراء ينظروا لهم نظره ارقام، مكملين عدد عشان نطاقات. للأسف. ويهملوهم من غير تطوير، من غير تفعيل دورهم في المنشأة. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. هذه من البر أنك أنت تحافظ على بنات البلد وأولاد البلد، توفر لهم كل السبل المريحة وتطورهم. متى تبغى تشوفهم؟ طيب طب اللي جو أنت بتستوردهم الخبرات الخارجية، بصرف النظر كانوا عرب أو غير عرب، جو من فراغ؟ سووا نفسهم من فراغ؟ لا. طب أنا عيال بلدي متى؟ الآن فيه الحمد لله، بس لسه صحيح. ما زال الأمل والعشم كبير جدا، نبان نحن ونظهر أكثر. وأثبت الواقع أنه متى ما أخذوا الفرصة راح ينجحوا بكثير. يا مروة، عندك أنت في المستشفيات أنا قدام عيني بشوف، بيجي المريض بيسأل مين الدكاترة، يقول له فلان وفلان وفلان الجنسيات، ويقول له واحد منه مثلا سعودي، أبغى سعودي. طب نبغى نشوف الشيء هذا في الشركات وفي الإدارات أيضا. يعني ليش الناحية الطبية هم طبعا جوبي خبرات وصقلوا وطوروا نفسهم، إن شاء الله نشوف الشيء هذا أيضا إن شاء في الشركات. طب دكتور نرجع لموضوعنا وموضوع التسرب الوظيفي والاحتفاظ بالموظفين. وحضرتك قدمت برنامج للشركات اسمه الاحتفاظ بالموظفين، نبغى نعرف إيش فكرة هذا البرنامج. الاحتفاظ بالموظفين employee retention، هذا برنامج ضخم جدا، من أهم البرامج. تعاونت أنا وزميلي الدكتور عمران الهندي جزاه الله خير، وفي دكاترة معايا إن شاء الله الدكتور هاني الغامدي والدكتور محمد عازب، نكون مجموعة نسعى من خلالها إلى إيصال الفكرة لأصحاب الشأن. employee retention يا مروة، الاحتفاظ بالموظفين إذا ما تبدأ من الهرم الوظيفي اللي فوق، هو يقتنع إن في حاجة اسمها احتفاظ بالموظفين، وبالتالي يقتنع بكل العوامل اللي تؤدي للاحتفاظ بالموظفين، مش حتجني ولا 1% إذا أنت قاعد تطبقي وتنزلي بالهرم الوظيفي لتحت. ما حد حيسمع، ما حد حيتجاوب معك إذا ما كان القائد اللي على رأس الهرم هو مقتنع به، وهو متجاوب وداعم للفكرة وداعم أيضا للي حيطبقوه، سواء موارد بشرية أو نحن كاستشارين خارجين بنديهم
العوامل والطرق وكيف تحتفظ بالموظفين، العوامل كثيرة جدا. إذا المجال متاح نتطرق لأهم العوامل، يمكن السياسات والإجراءات تكون واضحة للموظفين، يكون في أنظمة تقييم، أنظمة حوافز، الترقيات، الوصف الوظيفي، بيئة العمل الصالحة. لا تقول لي أنه أنت مقعد 4-5 في صف واحد وبيشتغلوا شغل دقيق أو يبغالوا روقان، سواء ماركتينج أو ديزاينرز أو أشياء زي كذا، وبعدين تقول ما في إنتاج. أكيد ما في إنتاج، أكيد والصرامة في الدخول والخروج كتير والاستئذانات كتير وهذه كتير الأمور. طيب التعامل شيء مهم جدا. يحضرني أحد المدراء، بتغير اللفظ شوية اللي هو قاله، قال كلمة قوية، لكن خلينا نقول اللي ما يسمع الكلام أو اللي ما يحضر أون تايم، أنا ما أعرف الدوام ينتهي 3، يقول أعرف يبدأ 8، اللي ما يسمع أعبي ملفه، يعني بالمعنى إنذارات وشكاوي ولفت نظر ومش هذا يعني كمان التعامل اللسان. أيوه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أنت بالطريقة دي بتعامل موظفك وبعد كده بتقول أبغى إنتاج وأبغى ولاء، وفي تسرب يا أخي غريب، هذا ممارسة اللؤم على الموظفين. أيوه. الثقة من أصحاب الشان بإدارة الموارد البشرية، الموارد البشرية هي العصب، ما في نقاش. صحيح. باقي الإدارات زي الأوراق، سوي رقص فرعوني دحين نحن. اهتزت الشركة كلها. ايوه، لانهم هم اساس العمل واساس الوظيفه. بالزبط. طب دكتور محمد، كثير ناس بتقول او في علم الموارد البشريه انه القطاع الخاص ما يقدر يعني الحفاظ على الموظفين، طيب يحتاج ميزانيه يمكن القطاع الخاص ما يقدر يوفرها. اقول لك شيء، انك تعدي دليل السياسات والاجراءات كم يكلف؟ والله ما اعرف. انتوا دي ما يكلف، ايش يكلف؟ يكلف شخص واحد خبير او مدير اداره موارد بشريه ناجح او شركه استشاريه تعطيك هو. تطبيقه يكلف شيء؟ ما يكلف شيء. تقييم الموظفين يكلف شيء؟ ما يكلف شيء. بيئه العمل يكلفك شيء؟ انت مغصوب انك تكون بيئه عملك ممتازه، سواء لعملك، استقطاب العملاء، الناس اللي بيجوا بيزوروا، ناهيك عن الموظفين الموجودين. الكلام ده اللي قلناه مختصر جدا، ما يكلف شيء. ما فيها ميزانيه، ما في ميزانيه. الميزانيه هنا ميزانيه بشريه، ميزانيه تعتمد على الرقي في التعامل، معاملة الناس كناس، مش مو معاملة، عارف سياسة العصا والجزر. لا، هذه تنفع يعني المؤاخذة مع الحيوانات، ما تنفع مع البشر. البشر من أهم العوامل اللي هي المعاملة الراقية. سوينا دراسة زمان في أحد المنشآت، طلعت 3 عوامل رئيسية لأسباب استقالة الموظفين الجامعيين. تخيل الكلام ده في الثمانينات كمان يعني. أيوه. السبب الرئيسي كان العامل النفسي. السبب الثاني الاستقرار الوظيفي. السبب الثالث الاستقرار المادي، يعني الشاب السعودي بينظر للمادة كسبب ثالث ثانوي. لكن أهم شيء ريحني نفسيا. الكلام مو بس في العمل، حتى في البيت. الأفراد بصفة عامة، أنا مرتاح نفسيا حأعطيك أكثر وأكثر، بس عاملني كويس. طب دكتور محمد، ليش الشركات يعني تجهل هذه النقطة؟ ليش يعني بيعملوا العكس رغم معرفتهم وفهمهم إنه متى ما ارتاح الموظف حينتج أكثر؟ ليش بالمقابل الشركة أو الإدارة العليا في الشركة ما توعى النقطة مثل هذه حساسة ومهمة؟ شوفي مروة، من أهم سياسات النجاح في كفتين لازم تتعادل، الكم زائد الكيف. quantity plus quality equal success. الكم زائد الكيف يساوي النجاح. انت لما تحمل اداره الموارد البشريه بكلمه الكيف، وباقي ادارات الشركه كلها ماسكه الكم، مبيعات، التسويق، الانتاج، كل الادارات الماليه، المحاسبه، كلهم ارقام، سواء استيراد، ارقام فلوس، ارقام ارباح الى اخره، لكن اللي شايل العبء الكبير هم الموارد البشريه في كفه الكيف. انهم عشان يصنعوا الكيف، في ناس تنظر لها نظره إن هذه أشياء مزاجية ترفيهية. إيش اللي أنا أعمل لهم حفلة صغيرة؟ إيش اللي أنا أخذهم في رحلة؟ إيش اللي أنا لونج ويكند أعطيهم؟ أيوة. إيش اللي أنا أقول لك الموظف الممتاز اليوم الثاني لما حب إنه ما يجي أو مديره أعطاه راحة، اشتغل أسبوع زمان أو 6 أيام، ضغط على نفسه لإنتاج شيء معين خاص بالشركة، فمديره من باب المكافأة قال له خلاص بكرة ريح لا تيجي. يجي الكبير اللي أعلى منه يقول له لا يا حبيبي، مو شغلك، مو من صلاحياتك تعطي كده. يا أخي أنا بتعامل مع موظفي كإنسان، أنا بريحه.
ففي عوامل كثيرة للأسف الشديد ما زلنا في عدد من المدراء ينظر لها إنها رفاهية. الكيف هو رفاهية. بعدين هذه ترى تعمل، ما أعرف إذا أنت تتفق معي في هذه النقطة، تعطي سمعة للمكان. يعني الموظف لما يقول إنه أنا شركتي بتساعدني، أعطوني أوف، أعطوني، أقول لك حاجة، أعطونا خلونا نعمل حفل يوم مفتوح إحنا وعوائلنا، هذا بيعمل سمعة للمكان. أعطيكي مثل بسيط لأحد الشركات في الشرقية. تفضل. أخوي الرئيس التنفيذي فيها ما شاء الله فكرة مرة حلوة أتمنى تطبق صراحة. يقول لي ما في موظف يتوظف عندي سواق أو مدير. أول ما يتوظف يجينا الإيميل إنه تم تعيين فلان الفلاني بوظيفة كذا كذا، وهذا رقمه وهذا توصيلته وهذه الإيميل حقه. يقول فورا أنا أتصل فيه مع إنه هو CEO للشركة. بيتصل فيه يهنيه ويلكم في الشركة حقتنا. بعدها بساعة أو في أثناء البريك اللي هو بعد الصلاة قبل الصلاة لمدة 10 دقائق كيكات صغيرة وبارد. الهرجة كلها ما تكلف 150 ريال. بالله شوفي الانطباع اللي انترك عند الموظف. جميل. طب نبغى نرجع لموضوعنا الرئيسي دكتور محمد. وهو تسريب الفتيات أو النساء أو السيدات من وظائفهم. إحنا تكلمنا كثير وأثقلنا على الشركات وعلى المؤسسات. نبغى نشوف بالمقابل الفتيات إيش أسباب تركهم للوظيفة. يعني احنا مسكنا الجانب جانب الشركات، نبغى نشوف اكيد برضو في مسؤوليه تقع على الموظف او الموظفه. والله الموظفه ما اشوف انا في مسؤوليات كبيره الا اذا كانت هي من النوع اللي هي جايه وتبغى 3.5 هذه وخلاص، او 3000 ريال او 4000 ايش ما كانت، دون اي دافع منها تتقدم ايجابيا وتقدم ما عندها وتبدا تثبت وجودها بالاحتكاك بالتعلم بالتدريب. يعني أنا كمان بقول حاجة كمان إنه لا تنتظر أنت يا موظف إنك أنت تلاقي كل الدعم من الشركة اللي أنت شغال فيها، أنت اشتغل على نفسك. أفتح النت أبحث، الآن في دورات حضورية أو دورات قاعات إلكترونية أغلبها صارت مجانية، أحضر طور نفسك، خذ دورات على حسابك، دورات صارت يعني أرخص بكثير من زمان. اشتغل على نفسك وأظهر نفسك. البنات بيتسربوا اللي يمكن يلاقوا مكان ثاني أفضل. طب لا خلينا بلاش نقول أفضل، يعني أنا أبغى أرجع لنقطة إنه أحيانا في بعض الفتيات أو السيدات يتركوا من العمل رغم إنه عملهم. يعني أنا أتخيل دحين الآن كثير حيقولوا إنه كثير من الفتيات إنه أو أصحاب المنشآت يقولوا إحنا وفرنا لهم كل شيء وكل بيئتها وكل هذه الراحة في بيئة العمل، ما عدا بيتسربوا ما عدا بتخرج. انت تشوف ان البنات جديات او لا؟ لا ما هم جديات. اذا بيخرجوا مع اذا توفرت الاشياء دي عن جد يعني مش مجرد كلام وخرجوا معناها بنات ما تبغى شغل، بتدور حاجه ثانيه. انا عدوا علي بنات بيشتغلوا عشان يدوروا على عريس. ايوه. طيب دكتور محمد، من العريس خلينا نشوف للنصايح اللي اعدها فريق الاعداد لكي لا تتركي الوظيفه، مجموعه من النصائح نشوفها سوا ونتابع بعدها معك دكتور محمد. اوكي. العديد من الفتيات من مشاكل في المهنة، الأمر الذي يجعل قرار ترك الوظيفة سهلاً بالنسبة للمرأة. فالمرأة قد تواجه معطيات جديدة خلال عملها، فإما أمور عائلية كأن تصبح أم أو اجتماعية كتعاملها مع عدد ساعات الدوام الطويلة. لذا نقدم لك سيدتي مجموعة من النصائح الهامة لتستمري في العمل دون انقطاع. أولاً، ترك الوظيفة دون خطة احتياطية واحدة من أكبر الأخطاء في عالم الوظيفة، فعصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، حيث تؤمن الوظيفة التي تعملين بها دخلاً ثابتاً لك بغض النظر عن أي شيء آخر. ثانياً، أنت من يطور ذاتك، فإذا واجهتك تحديات في العمل قومي بتطوير مهاراتك في التغلب عليها وإثبتي نفسك. ثالثاً، كوني دائماً جزءاً من الحل واتركي قرار الانسحاب للنهاية وكحل أخير. رابعاً، إذا كنت تشعري بأنك أصبحت تعملي عملاً روتيني وأن نسبة تطورك في ركود، قومي باقتراح أفكاراً جديدة قد تنعش حياتك المهنية وتعود بالفائدة عليك وعلى زميلاتك. أخيراً،
في حال لم تتمكني من مواجهة ضغوط العمل. اطلبي إجازة خير لك من أن تتركي العمل، فالراحة تجعلك تحكمين على الأشياء بمنظور مختلف وتسمح لك باتخاذ القرارات الناتجة عن الهدوء والسكينة. إيش رأيك دكتور محمد بهذه النصائح حتى لا تترك السيدة وظيفتها؟ نصائح مهمة، ما في نقاش، هو اللي كنا بنقوله. تطور نفسها، تبحث عن فراغات أكثر في مكان العمل قد تكون هي مميزة فيه. واحدة من البنات كانوا معنا في أحد الشركات عندها مهارات تصميم الشعارات والأمور هذه، كانت مهمة، وظيفتها مختلفة جدا عن الموضوع اللي تتكلم فيه. وسبحان الله سوت نموذجين نقلوها من قسم تقريبا أعمال كتابية إلى قسم إبداع وإنتاج. أتجرأي تكلمي طوري نفسك. أنا عجبتني نقطة دكتور مرة مهمة خاصة بالسيدات، كثير من السيدات أحيانا يتركوا وظيفتهم بس لأنه في الوظيفة الثانية في حضانة أو في مكان للأطفال. حتى إذن أرجع لك أنا أيوة. أرجع لك للنقطة اللي قلتيها أيوة. إنه لو صاحب الشأن يقول أنا موفر لهم كل شيء لا كذاب، ما وفرت كل شيء. لو وفرت كل شيء والله ما كانت خرجت. لو موفر لها، انت لو فرضنا هي عندها طفل ونظام العمل معاها في ان الطفل يكون له اهتمام معين ورعايه معينه، اذا انت موفر الشيء ده ايش يجبرها تخرج؟ الا اذا كان المكان ذاك مره قريب من بيتها. هذا موضوع ثاني. انت لازلت تحمل المسؤوليه كامله على الشركات. بناتنا فيهم خير، بناتنا اقوياء، بناتنا يحتاج المنفس، يحتاج شوية جدية كمان، يحتاج الجدية في التعامل. إذا أنا صاحب العمل بتعامل مع البنت على إنها بنتي، زوجتي، أختي، من أهلي، ووفر لها بيئة عمل على هذا الموال، والله تنجح هي وأنجح أنا. أكيد أنا حاميها كده وموفر لها كل العوامل المهمة اللي هي تحتاجها، صار ضمنت انه هذه ما حتفكر تروح لمكان ثاني. انا صرت زي ابوها، اخوها، قريبها، اللي بحاول قدر المستطاع انه هي تبرز وتظهر في محيط امن. يعطيك العافيه دكتور محمد. اعتقد كده اصحاب الشركات حيكرهوك اليوم، بس السيدات كلهم مبسوطين من الكلام اللي انت قلته ده. اللي يفكر انه يكره محمد يعني لا مو كره، هو ان شاء الله يستفيدوا. اكيد انا بتكلم من واقع خبره 30 سنه في الموضوع وشايف قدام عيني الأمور. إن شاء الله بإذن الله. يعطيك ألف عافية دكتور محمد بن محفوظ، مستشار في إدارة وتنمية الموارد البشرية. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل: تزايد النفاق الاجتماعي في علاقتنا بالآخرين، حيلة للمصالح أم اضطراب في الشخصية؟